ما رأيك بقول المسيح أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف؟ المسيح قال شيء وفعله أيضا، فعلا إن دل على شيء بدل إنه ضحى بنفسه من أجلك ومن أجلي. فبحب أسمع تعليقك في هذا الموضوع، شو رأيك؟ إذا عندك سؤال أو تعليق أو مداخلة فيك تبعتها على الفيسبوك حتى في الحلقة القادمة أقرأها، وممكن عندك سؤال ممكن أجاوب على السؤال. الرب يباركك.